بسم الله الرحمن الرحيم. Trackability of a PCI guidewire. هنتكلم النهاردة على property معينة للguide wires اللي بنستخدمها في الكورونري intervention وهي Trackability. طبعا في خصائص كتيرة جدا للguide wires، ولكن انا هاخد النقطة دي من practical point of view وعلى simulator عشان اوريك يعني ايه كلمة Trackability. الديفينيشن بتاعت Trackability عبارة عن ability of a wire to follow its tip without buckling. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني الواير بيبقى ليه تب في الاخر، قدرة اجزاء الواير اللي ورا التب اللي هي الاجزاء دي ان هي to follow تتبع التب بتاع الواير. بمعنى ان التب بتاع الواير لو عندي اناتومي مثلا زي ده ليفت مين و ال سي اكس و ال اي دي، هناخد دلوقتي طبعا مثال حي بواير اساهي سوفت على سيميليتور. الفكره كلها ان انا لو ببوش الواير ده والواير ده خبط في الكارينا وبعدين عدى في ال سي اكس، هل بقيه اجزاء الواير اللي وراه دي هتفولو الواير وتعدي في ال سي اكس يبقى كده جود تراكابيليتي، ولا الواير ده لما اعمل بوشنج الاجزاء دي هتبرولابس في ال ال اي دي والتب هي اللي هتفضل بس في السي اكس، وكده انا فقدت البوشابيليتي والواير مش هيعدي في ال ال سي اكس. طيب الكلام ده ممكن يكون صعب واحنا مش مستوعبينه قوي، فهنشوفه فروم براكتيكال بوينت اوف فيو. طبعا قبل ما ابدا في الفيديو اللي انا جايبه النهارده، موضوع التراكابيليتي بيعتمد على خصائص كثيره، واشهرها في الواير التابرنج اوف ذا كور. يعني كل واير في كور من جوه، ممكن نرسمه كده تمام. الكور ده بيجي لما بيقترب من التب بتاع الواير بيحصل له تابرنج، الدايمتر بتاعه بيقل لحد التب بتاع الواير. كل واير وبعدين بيبقى عليه كفرنج، الواير بيبقى عليه كفرنج من بره كوت لحد التب بتاع الواير. طيب هل التابرنج ده بيبقى شورت تابرنج ولا لونج تابرنج؟ في واير يبقى كده وفي واير تاني يبقى كده، والتابرنج بتاعه يبقى شورت، مسافة قصيرة، وتلاقي ده الكفرنج بتاعه برضو وده التب. في ده شورت تابرد وده لونج تابرد. الشورت تابرد ده يخلي الواير ده التراكابيليتي بتاعته وحشة. يعني انت هنرجع بس تاني، لو انت زقيت الواير ده في زاوية زي دي، الواير ده كل اجزائه دي مش هتسمع كلام التب ومش هتمشي وراها. امسح لك الجزء ده عشان تفهم كلامي. يعني الشورت تابرد ده الواير وهو معدي هيبرولابس في الحتة دي لما يخبط في الكارينة، وكل الاجزاء اللي فوق دي لانها اتقل والفرص بتاعتها اقوى هتمشي في هذا الدايركشن، والتب بتاع الواير ماشي في هذا الدايركشن، يبقى انا كده ما عادش عندي جود تراكابيليتي. ولكن اللونج تابرد بيخلي الاجزاء دي مع التب حته واحده، فلما اجي ابوش والتب بتاع الواير يدخل في السايد برانش هيبتدي الاجزاء دي تسمع كلامه وتمشي في السايد برانش ويبقى جود تراكابيليتي. طبعا دي ليها ميزات ودي ليها ميزات ودي ليها عيوب ودي ليها عيوب، ولكن النهارده انا جايب لك فيلم على واير واحد اسمه أساهي سوفت واير تمام. أساهي سوفت واير هو نفس الواير، وهوريك أنجل وأنا داخل أعمل وايرنج للإل سي إكس على بي سي أي سيميليتور، وأوريك الفرق إن الواير نفس واير الأساهي سوفت بنفس الواير ونفس الأوبريتور، إزاي إن كيرف معين للواير هيخلي الواير ده يدخل جوه السايد برانش ويحصل له تراكابيليتي كويسة، وكيرف تاني هيخليه برولابس ومش هيحصل تراكابيليتي كويس. يعني التراكابيليتي بتعتمد على الكيرف اللي انت عامله. تعالوا نبص على الفيلم. في الاول خالص ده عبارة عن كورونري سيميليتور بي سي اي، دي القسطرة بتاعتنا عبارة عن اكس بي 3.5 جايدين كاسيتر، بدخلها في الليفت مين. الموديل ده بيرسم لك ان ده الاورطة تمام، وده الليفت مين تمام، وطالع منه برانش
نعتبره ال LCX والبرانش الطويل اللي ماشي ممتد ده ال LED، وده في ستنت هنا، دي طبعا مش ستنت حقيقية، عبارة عن سوستة بس تمثل الستنت عشان تعلمك برضو ازاي تعدي من واير خلال ستنت لسايد برانش في الحالات البايفوركيشنال تكنيك. طيب المهم في الكلام عندنا ان احنا هنشوف ازاي لما عملنا كيرف للاساهي سوفت واير بالشكل اللي قدامك ده، ركز لي بقى على الشكل ده، عملت سموث كيرف بالشكل ده، كل كيرف بيعتمد على شكله والمسافة ما بين التب والجزء المفروض من الواير بيفرد فيه، حتى بنسميه الريتشنج ديستانس، المسافة ما بين الشافت اوف ذا واير والتب، المسافة دي بتفرق، كل الحاجات دي بتفرق، وهتشوف دلوقتي. ركز في الكيرف اللي قدامك ده عامل ازاي، سموث وعامل كده. هشوف دلوقتي لما هدخل في ال LCX هيحصل ايه. طب نشوف الفيلم، هنا بوريك الايه الكيرف، نشوف بقى الواير وهو داخل، دلوقتي دخل الواير، هبتدي نوقف بس الفيلم ثانية، هبتدي دخلت بالجايد واير وحاطط توركر عبارة عن تورك تول بمسك بيها الواير والف بيها الواير درجات معينة عشان اعمله استرابيليتي واوجهه للبرانش اللي انا عايزه. فانا دلوقتي هحاول اوجهه للال سي اكس برانش ده، تمام، عشان ادخل فيه. هنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل. نشوف زي ما انت شايف، حاولت اجي انتي جريد معرفتش، دخلت بالواير في ال LED بحاول اسحبه، بوجه الواير ناحية ال LCX، بدخل بيخبط الواير في الكارينة ويبرولابس في ال LED، بيخبط في الكارينة ويبرولابس في ال LED، حاول مرة واتنين، شفت البرولابس، ده معناه ان ما حصلش جود تراكابيليتي للواير، اجزاء الواير اللي ورا التب does not follow، اجزاء الواير don't follow دي واير تب، يعني ما مشيتش ورا الواير تب ودخلت في ال LCX. تمام اهو، بحاول ما بيعديش، تمام زي ما انت شايف بيبرولابس في الايه في ال LED، محاولات عديدة مفيش. هنا مثلا مثال بيوريك ان البرانش اللي فوق ده برانش وهمي للتدريب بس، لما عديت عدى فيه عشان الكارينا والاناتومي له شكل معين، يبقى فعلا كل بيشنت له اناتومي معين وكل حاله لها السيناريو بتاعها اللي مختلف عن التانية اللي انت لازم تتصرف عشان تمانيبيليت الواير. تمام، هنا برضو نفس البرولابس، هدفنا ان انا اعدي في ال LCX نفس البرولابس. طيب هاو تو سولف بقى، نشوف بقى الحل. ابتديت ان انا اغير شكل التب بتاع الواير، اوريك بقى الشكل ده يعني مختلف شوية، ركز بقى معايا. انا الشكل اللي فات كان مفرود وسموس وعامل كده، فانا متوقع ان خبطة الجزء ده في الكارينة دي هيخلي الواير يبرولابس، هو نفس الواير، انا مغيرتش نوع الواير، تمام هو نفس الواير، فانا بحاول اخلي الواير، فردت الجزء الاولاني ده بدل ما كان لافف كده، لا انا فردت الجزء ده شوية، تمام، وفردت الانجل دي شوية وكبرتها شوية، هو ده كل اللي انا عملته، ده مانيبيوليشن، جاست مانيبيوليشن وتعديل. انا كان تخيلي ان انا لما اخبط بدخل الجزء ده في ال LCX الاجزاء دي هتفولو التب ده احسن من الشكل الاول. تعالوا نشوف، نوقف بس ونشيل الكلام، تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. بنفس الواير، هو ده التب الجديد، حاجة بسيطة جدا وتعديل خفيف جدا، بس هتشوف الفرق. حاول دلوقتي اعدي الواير في ال LCX، شوف دلوقتي انا بحاول اعمل مانيبيوليشن واوجه التب بتاع الواير ناحية الاوستيوم، عديته، بص الواير عدى بسلاسة جدا بدون ماي برولابس. اعد لك الجزء ده تاني عشان نشوف، شفت الواير المرة دي عدى بدون اي برولابس، بس نوقف، عدى اجزاء الواير كلها عدت وراه بدون ما يحصل اي برولابس. يبقى بنتعلم من الحالة دي ان الشيبنج اوف ذا واير والحاجات يعني مجرد تعديل بسيط جدا في الواير فرق معاك ان انت تعدي في سايد برانش، او ممكن يخليك تفيل ان انت تعدي في هذا السايد برانش وتقعد بالساعات عشان تعرف تعدي لسايد برانش بالبي تي سي اي واير. هنا برضو بنكمل ان احنا ازاي نعدي من ستنت
طبعا الواير بيفضل يشبك في الاستراتس بتاع الاستنت، وفي خطوره ان احنا ممكن نعدي ساب استراتس بالذات بالهيدروفيلك واير. تمام. بفضل بقى اعمل روتيشن لحد ما الواير بفضل الله خد عمل لوب. دايما لما الواير بيعمل لوب، شفت اللوب اللي انت شايفه ده بيعمل لوب بيعدي من الاستنت، استحاله من الصعب جدا ان هو يعدي معاك ساب استراتس. دي من الحاجات اللي بنحبها، بنفضل نعدي بالواير لحد ما يعمل لوب عشان يعدلنا من الاستنت بسهوله. بعد ما عديت من الاستنت انا كان هدف ادخل في السايب برانش ده، هبتدي افرد الواير بالراحه وانا راجع اعمل بول باك وارجع تاني ادخل في ما بين الاستراتس. عملت بول باك، ركز، وهدخل للسايب برانش ما بين الاستراتس. عديت في السايد برانش. اوكي، ثانك يو، ونتقابل في حلقات تانية نتكلم فيها على بعض التركات بتاعت الدياجنوستيك والبي سي اي كورونري انترفينشن. شكرا لكم.